اتصل فيه نادي الزمالك النهارده. فالحقيقه زي ما بيقول زميلي الاستاذ هاني شكري، احنا خلال الشهر الاولاني محتاجين نبتدي نحول النادي من العمل الفردي عشان نحطها كده في اطار الى العمل المؤسسي. والعمل المؤسسي ده بيتطلب بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نحطها، من ضمنها اللوائح والنظم. بما فيها اللوائح والنظم الاداريه اللي هي هتبقى الاطار العام لاداره نادي الزمالك. الى جانب القيام بتشكيل لجنه اداريه او جهاز اداري كفء يقدر يدير نادي الزمالك. لان خلينا نحط الكلام المظبوط، مجلس الاداره ده زي ما حضرتك عارف هو مجلس استشاري، مجلس هو المجلس اللي بيدير النادي، ولكن ليس مجلس اللي بينفذ، مش مجلس تنفيذي. التنفيذ بيتم عن طريق مجموعه اداريه ان شاء الله سيتم اختيارها. هو ده اللي قصده هاني يعني مع حفظ الالقاب. خلال الشهر الاولاني هنبتدي، واحنا عندنا طبعا بعض الاسماء المرشحه لهذا الكلام، لكن هنتعمق في هذا الموضوع لو ربنا وفقنا باذن الله، عشان نحط هذه المجموعه اللي هي هتنفذ سياسات مجلس الاداره. ان شاء الله. انا عارف انه يعني حضرتك مقل اساسا في الظهور في الاعلام، دي مره من المرات النادره اللي بتطلع تتكلم فيها. صحيح. فبما انه ممكن خلال الخمس ايام وما بعدها اذا قدر ليك التواجد في مجلس اداره الزمالك ما نشوفكش تاني اعلاميا، ايه الاسماء اللي شايف ان هي عندها قدره على تنفيذ افكاركم كقائمه من الناحيه التنفيذيه؟ شوف انا قلتها اكتر من مره وهقولها لحضرتك تاني النهارده، احنا هنشتغل في الغرف المغلقه. تمام. يعني بمعنى انه اي قرار هناخده، اي شيء بندرسه قبل ما نعلله، يعني يجب ان نكون في توافق عليه وعملنا الدراسه عليه. فانا في حل النهارده ان انا اقول اسماء، لانه زي ما قلتها قبل كده المفروض في نوع من السريه. تمام. حول هذه الاشخاص، حول طريقه العمل اللي هيبقى جوه مجلس الاداره، فبالتالي لن نعلن الا ساعه لما ننفذ ان شاء الله. لكنها يعني جاهزه افندم، جاهزه الاسماء الى حد ما. الى حد ما حضرتك لما بتيجي بتعين شخص بيبقى عندك 2 3 4 سي في بتبص عليهم، وبعدين بتختار الانسب وبتقعد بتتفاوض معاه. طبعا احنا ما قدرناش نروح لمرحله التفاوض او الى مرحله متقدمه، لان يعني يمكن ربنا ما وفقناش. تمام. مفهوم. فبالتالي مش هيبقى نفرض على اي حد موجود هذا الشخص يعني. فإن بشكل الله مبدئي بعد نجاحنا بعد نجاحنا ان شاء الله اكيد هنحط الكلام ده بقى في حيز التنفيذ. تمام. والحيز التنفيذ السريع يعني. تمام. التحديات كبيره قوي جوه نادي الزمالك على هنتكلم عن التحديات دي من وجهه نظر اثنين من المرشحين في الانتخابات. استاذ هاني هاخد من النقطه دي برضو، هاني مين فيهم بس استاذ؟ هقول هنا انا مخصصه استاذ وباشمهندس، فهتبقى باين ثلاثه هاني في استوديو واحد، فعلا دي نادره جدا على مستوى الحدوث يعني. استاذ هاني، ايه الاسس اللي بيها بتختاروا التنفيذيين؟ يعني انتوا كافكاركم كمجلس اداره محتمل قايمه داخله الانتخابات، ايه المعايير اللي بيها بتختاروا الناس اللي هتشتغل؟ ايه المواصفات اللي ممكن يشوفها الزملكاوي في الناس التنفيذيه اللي هتشتغل في الزمالك في عهدكم لو قدر لكم؟ مفيش حاجه غير معايير كفاءه. كفاءه. مفيش حاجه تانية. قصه يعني انه يبقى نعرفه وما نعرفوش، دي قصه الحقيقه مش في ناس كتيره جدا ما نعرفهاش واتحطت اساميها وبنبص على السي فيز بتاعتهم زي ما قال الباشمهندس.